هذا سائل يقول: طيبت إحرامي قبل السفر وعند لبس لها في الميقات وجدت أثر الطيب لا زال بها، فما الحكم؟ لا تطيب ملابس الإحرام، إنما الطيب قبل الإحرام يكون بالبدن، طيب بدنه قبل الإحرام، أما ملابس الإحرام فلا تطيب، والواجب غسلها وإزالة ما عليها من الطيب. لكن ما دمت أنك جاهل واستصحبت رائحة الطيب في ملابس الإحرام عن جهل ليس عليك شيء، لكن في المستقبل تنبه لهذا، تكون ملابس الإحرام خالية من الطيب، وإذا كان فيها طيب يغسل. نعم.